يعني دائما قسم من القاده السياسيين يبالغون بردود افعالهم، وهذا ما لاحظناه عندما يعني القوات الامريكيه تضرب بعض القاده او الدعوه عقد مجلس النواب ولم يتم استكمال العدد المطلوب، فدائما قسم من القاده السياسيين ردودهم كلش تكون قاسيه وتهديديه، واعتقد يمكن وراء فتره زمنيه كانوا لم يكن اي شيء يعني. فاحنا اعتادينا الى بعض القاده السياسيين تصريحاتهم متشدده تعكس ضيق في هذا الجانب، لكن مرور فتره معينه اعتقد يتم تجاوزها وكانه لم يصر. فهذا اعتقد انا اعتقد تقليد مع الاسف يعني تم مزاوجته عند بعض القاده السياسيين بالاخص الذين يستحق يعني يعتقدون بانه تم تجاوز مناطق هي خاضعه لهم من قبل الغير يعني. نعم.